بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم. في فعل الخيرات. وآخر ما تتحدث هذه السورة عنه هو المعاد وما سينتظر المؤمنين ذوي النفوس المطمئنة من ثواب جزيل. قلنا أبرز النفوس المطمئنة المذكورة في القرآن أي نفس؟ نفس الحسين عليه السلام. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن العاقبة ببركة محمد وآل محمد.